خرجت عبد الرحمن الزنكاد رشيدة الحداد الذي تم اعتقاله جمعة 11 رمضان موافق 22/2024 بعد اعتقاله من بيته وترويع أهله. جاءوا طرقوا الباب بواحد الطريقة اللي هي مروعة، فزعوا الأبناء ديالنا، يعني ناضوا من الفراش ديالهم وهما مفزوعين خايفين، اقتحموا البيت بدون إذن، ما عرفناهم شكون، ما لابسينش الزي اللي كيمثل بأنهم السلطات، ما كانش واحد الإذن بالدخول، ما عرفوش بنفسهم، دخلوا اقتحموا البيت، ما عرفناش شنو السبب اللي جاوا من أجله. الوليدات كلهم حسينا بواحد الخوف، حسينا بواحد الرعب. دوه من الجمعة حتى الاثنين ما عرفناش عليه حتى شي اخبار، ما كاينش تواصل معاه، ما زرناه، ما شفناه، ما عرفناش الحالة ديالو كيفاش دايرة، لدرجة ان ما عرفش الزوج ديالي واش معتقل ولا مختطف، واش كاين شي قانون كيخول هاد الناس هادو انهم يعتقلوا واحد الشخص لهاد المدة هذا بدون ما نعرفوا فين هو، حالته كي دايرة. انا اطالب باطلاق سراح الزوج ديالي، لانه شخص اللي هو معروف بالطيبه ديالو، معروف بالسمعه ديالو، معروف باخلاق ديالو الفاضله. الزوج ديالي هو المعين للاسره ديالو، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد.